أنجزت على مستوى مؤسستنا ثلاث قاعات عمليات جراحية للتكفل الجيد بالمريض بأحدث الأجهزة الطبية وكذا تهيئة مصلحة الاستعجالات وهذا وفقا للبرامج المسطرة من طرف الوزارة الوصية وكذا مديرية الصحة والسكان لولاية الأخوات تم تجهيز هذه القاعات الجديدة بأحدث أحدث المقاييس الجراحيه من العتاد والانفراستركتور ان شاء الله يتم فتح البرنامج من كل التخصصات منها جراحه عامه جراحه العظام جراحه النوروشير في اطار التكفل بالمرضى وكذا تحسين ظروف عمل الاطقم الطبيه وشبه الطبيه تدعمت المؤسسه بثلاث قاعات عمليات جراحيه منها قاعتان للجراحه العامه وقاعة لجراحه العظام والكسور مع غرفه للانعاش وكذا رواق التعقيم مجهزين بأحدث التجهيزات الطبية كما نسعى إلى إبرام اتفاقيات توأمة من أجل جلب خبرات جديدة وكذا تقنيات حديثة في مختلف التخصصات الجراحية